كل عام وأنت بألف خير سيد إيهاب. وحضرتك بخير وكل الشعب العربي والمصري بشكل خاص بألف صحة وخير يا رب. إن شاء الله. اليوم عندنا أخبار جيدة، 12,000 نقطة تقريبا إحنا أمسكنا فيها على إي جي إكس 30، ولما تابعنا شفنا طبعا هاي المستويات هي نفسها اللي كنا غادرناها قبل الجائحة. هل باعتقادك سيد إيهاب إحنا محتاج إلى دفعة قوية حتى نقول إنه إحنا تخطينا هاي الفترة بدأنا نعود إلى ما تلك المستويات السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الحقيقة يمكن على مدار الثلاث أسابيع اللي فاتوا يمكن كل اللي ذكرناه هنا وكل التوقعات اللي قلناها يعني تحققت بنسبة يمكن 90-95%. توقعنا المؤشر اي جي اكس 70 هيعاود الصعود مرة ثانية بعد ما كان عمل الحركة الأولى من التصحيح بتاعه وبدأ يتراجع من عند ال 2000 نقطة، وبعدين بدأنا نقرب تاني اهو دلوقتي من 2300 نقطة. مؤشر الاي جي اكس 30 عفوا بيقرب من 12,000 نقطة زي ما حضرتك اشرتي، وده يمكن يعني اعلى مستوى من مارس 2020. ولكن يعني هو الحقيقة اللي بيحزننا هنا ان احنا يعني لسه لحد النهاردة ما جبناش مستوى الجائحة او مش قادرين نتخطاه في الوقت اللي كل بورصات العالم تجاوزت هذا المستوى وتجاوزت قمم سابقة كمان. يعني لو احنا بنبص على الاسواق الخليجية او حتى الاسواق العالمية كله بيتجاوز قمم سابقة، لكن احنا كمؤشر اي جي اكس 30 مش قادر يطلع فوق ال 12,000 نقطة. يعني حاجة طبعا شيء مؤسف جدا، وده إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف السوق بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت، واللي هو يمكن ما يعني ما تجلاش غير في السبعين لما خلال 2021 قدر مؤشر السبعين إن هو يصعد بشكل قوي جدا ويحقق المستويات الكبيرة دي، طبعا قبل ما يحصل التصحيح العنيف اللي حصل في الآخر واللي كان نتيجة يعني لبعض القرارات اللي خلاص بقى كلنا بقينا عارفينها وحافظينها. فبالتالي اللي بيحصل دلوقتي في مؤشر السبعين تحديدا هو ارتداد تصحيح الأعلى، زي ما قلنا عملنا الحركة الأولى وبعدين عملنا التصحيح بتاعها اللي هو البي، وإحنا دلوقتي بنعمل في السي. أتصور أن المشاكل ممكن تبتدي تظهر في الإي جي إكس 70 من أول منطقة 2370 اللي هو نسبة 38 تصحيح يعني لحد منطقة 2500، هي دي المناطق اللي قد تظهر فيها القوى البيعية مرة تانية. فاللي حصل ان احنا قلنا ان احنا هنرد للمناطق ديت وردينا بالفعل. فيعني المستثمر بس في المؤشر السبعين، انا عارف طبعا ان في اسهم كثيرة جدا ما ردتش او ما عملتش اي حاجة خالص، ما عوضتش حاجة، لكن للأسف لو حصل ضغوط بيعية المؤشر طبعا ما بيرحمش يعني، فبالتالي بيضغط على السوق ككل. ال 30 هيتجاوز ال 12,000 اظن يعني مسألة وقت، وبدأت بعض البوادر تظهر في سهم زي طلعت مصطفى شفناه بيتجاوز التسعة جنيه، وتقريبا هي دي مستويات المقاومة الرئيسية بتاعت ال 12,000 نقطة، فبدأت تظهر يعني بوادر ان احنا هنتجاوز هذا المستوى في القريب. طيب خلينا نذهب الى التجاري الدولي تحديدا كونه قيادي وبوزنه يعني الكبير على اي جي اكس 30. لو قدم البنك نتائج مالية قوية ولو عاد الى التوزيعات ولو هل هذا ربما سيدفع بالتجاري الدولي الى دفع اي جي اكس 30 الى ارتفاع اذا ارتفع، ام انه ايضا نفسه البنك طبعًا. السهم يعني السهم، لانه انت شفت شو صار عليه السنه، يعني شو هي المستويات السعريه لو اعطانا اياها التجاري الدولي ممكن نتامل باي جي اكس 30 انطلاقه جديده له؟ طبعا لو اي اخبار ايجابيه بما يتعلق بالتجاري الدولي هو السوق، انا بتهيألي البورصه عندنا لو ما كانش فيه خلال السنه اللي فاتت التجاري الدولي ما كانش بقى في بورصة أصلا. يعني إحنا الحاجة الوحيدة اللي فضلنا بتعبر عن واقع الاقتصاد هم ثلاث شركات تقريبا، يعني شركة في كل قطاع منهم البنك التجاري الدولي. فالبنك التجاري الدولي طبعا نظرا لوزنه النسبي الكبير قوي على المؤشر مما لا شك فيه إنه هو لو ظهرت أي نتائج إيجابية بشأنه، لأنه هو يمكن المؤشر مش قادر يتجاوز المنطقة بتاعة ال 12,000 نقطة دي بسبب إن البنك التجاري الدولي مش قادر يعدي ال 54 جنيه تاني. فهو لو قدر يعدي المناطق دي اتصور ان هو هيفتح الطريق ونشوف ال 60 جنيه تاني، وبالتالي ده ممكن يدفع المؤشر على تجاوز ال 12,000. لكن انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه المستوى ال 12,000 هي الفكره كلها ببساطه ان احنا عاملين قيعان اعلى. فخلال الفتره اللي فاتت دي من منطقه ال 11,200 لحد ال 11,980 اللي احنا بنوصل لها النهارده كان في قيعان اعلى في المؤشر، فدي اشاره على ان القوى البيعيه القوى الشرائيه مهتمه بالشراء عند مستويات اعلى. فدي بتبقى اشاره دايما ان احنا ممكن نتجاوز هذا المستوى. الدعم الرئيسي كالعاده هيبقى من البنك التجاري الدولي، ممكن نقول معاه فوري كمان، هم دول اللي بيبقى دايما بيبقى الموف بتاعهم هي البدايه. لكن في اسهم قياديه ثانيه ادائها شكله جيد زي العز حديد زي طلعت مصطفى، يمكن العز حديد بس بيتحرك بشكل عرضي دلوقتي، لكن
الإشارات الإيجابية بتاعته على المدى المتوسط بتقول إن هو ممكن يستهدف مستويات ال 16 ونص تاني، وبالتالي ده كله بيعزز من قدرة المؤشر على إنه يتجاوز حتى لو التجاري اتأخر شوية. طيب أنا نعلم إنه بكرة حيكون آخر يوم تداول في هذا الأسبوع، الخميس عطلة عندنا في مصر صحيح. في البورصة، وبالتالي نتوقع يوم الغد يكون إغلاق أسبوعي. احنا لسه ما كملناش كلامنا، بس انا الكلام اللي بدي اساله اليوم انه وين ممكن بكره نشوف السوق؟ هل هي في طريقها الى الارتفاع ام انها ستجازف وتقوم بعمليات غير مالوفه مع نهايه تداولات اسبوعها؟ هي الحقيقه مش بس عشان نهايه اسبوع، هو المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه كريتيكال جدا، يعني احنا بنتحرك تحت ال 12000 نقطه، وده مستوى يعني حائط صد، فمجرد بقائنا بس قريب منه دي إشارة إيجابية، بعيدا أن أنا هقفل فين، يعني مجرد أن أنا بس قريب من هذا المستوى مش بقرب منه بيحصل انهيار على السوق، لأن الطبيعي في المناطق القوية أو المقاومات القوية اللي زي دي لما السوق بيقرب منها ما بيقدرش يلمسها أصلا، فبالتالي بتبتدي تظهر القوى البيعية من أول ما نقرب من 11950 مثلا. فالنهاردة أنا بقرب منها مرة واثنين ولسه واقف عندها، فدي اشارات ايجابيه، يعني حتى لو انا ما قدرتش اخترق بكره على اعتبار ان هو نهايه الاسبوع، لكن على الاقل خلال الاسبوع الجاي ممكن اقدر اجرب عليها واتجاوزها. لكن انا هنا لما بتكلم على التجاوز الحقيقه ما بتكلمش على التجاوز ان انا اجيب 12050 ولا 12070، انا بتكلم على تجاوز حقيقي، يعني احنا بنتكلم في 12300 بقى 12400، يعني مستويات حقيقيه، ما يبقاش كده تجاوز صغير كده وارجع اقفل تحتيه تاني، لكن تجاوز ال 12000 اتصور ان احنا الفوليوم اللي بمليار جنيه ده اللي بنشوفه كل يوم هيبقى على الاقل مليار ونص، لانه هيفتح الطريق للاسهم القياديه انها تتحرك، وهيرجع سيوله في الاسهم القياديه اللي هي كانت خرجت بتاعه المؤسسات والاجانب وما الى ذلك. اما ال 70 بقى فده معاه يعني ربنا في اسهمه، لانه هو حابس تقريبا 70 80% من الافراد اللي في السوق واللي هم اساسا بيشكلوا السوق ككل حتى الان. يعني طيب، مع انه في بعض من الاسواق مش بس مصر، يعني في فتره الجائحه اخذت اوامر من البنك المركزي ما تعمل توزيعات، حافظوا على السيولة الكاش اللي عندكم، احنا مش عارفين شو ممكن نشوف، البنوك كانت على رأسها. هل حنعود في 2022؟ في مصر هنا. ايوه بالضبط، هل في 2022 صحيح. حنبدأ نسمع عن التوزيعات؟ يعني شفنا رأي القابضة، الكوبونات وغيرها، خلينا شوي شوي ناخذ الفتافيت هاي الصغيرة، 6 قروش و7 قروش، احنا عاوزين بقى زي ما بقولوا ما بدناش الأرداحي، بدنا ندخل في البروتين الثقيل يا أستاذ إيهاب، فمتى ممكن فعلا نشوف إما إشارة من البنك المركزي أو يعني الشركات نفسها تعلن أنا يعني ملأت المالية قوية وممكن إني أوزع؟ هو القرار ده أصلا لقى اعتراضات كبيرة جدا ساعتها، لأنه هو يعني ده حق أصيل للجمعيات العمومية، فبالتالي فكرة إن هو يبقى قرار زي ده أنا شايفه فيه نوع من الإجحاف على الجمعيات العمومية والمساهمين، يعني ما فيش حاجة اسمها ما توزعش عشان الاحتياطات، إحنا أقوى قطاع في مصر هو القطاع المصرفي، فبالتالي مش هي دي اللي هتعمل له الأزمة يعني. لكن مما لا شك فيه طبعا ان احنا يعني السوق في عرض اي توزيعات في الوقت الحالي، لان هو في مشكله كبيره جدا في السيوله بعد الازمات اللي حصلت في الهامش والمشاكل اللي حصلت في البنوك في التمويل وفي الهامش الكبير والتوسع في الهامش، وناس كتيره اتقفل عليهم المارجن كول، فبالتالي محافظ كتيره جدا تلاشت، فبالتالي عندنا مشكله في السيوله، فاي توزيعات في الوقت الحالي اعتقد هتبقى امر ايجابي، اي طروحات بقى ممكن تبقى مشكله، يعني على بعكس اللي احنا كنا بنقوله السنه اللي فاتت واللي قبلها ان الطروحات كانت الوقت جيد جدا بالنسبه لها، وان هي تستفيد من الضخ الكبير قوي من السيوله اللي استفاد من ازمه الكورونا. لكن في الوقت الحالي السوق يعني اي عرض اي بابليك اوفرز خلال الفتره اللي جايه هيبقى في مشكله كبيره جدا في سحب جزء من السيوله الضعيفه اللي موجوده في السوق في الوقت الحالي، فيعني لا يفضل، وان كنت انا عارف طبعا ان احنا هنطرح دلوقتي يعني، لكن انا بتكلم ليش بالمنطق ما فيش ما يعني. فيش فلوس بره لازم نسيل جوه السوق؟ لا يعني يعني ما لو كنا عايزين نمشي بما يعني يقول الكتاب كنا طرحنا من سنه ونص سنتين او من 3 سنين كمان، لكن احنا دايما يعني بنتحرك الله اعلم، انا مش عايز اظلم حد، قد يكون المساله مثلا اجراءات روتينيه وهي اللي معطله الدنيا، لكن اللي انا اقصده يعني ان احنا اتاخرنا في الطرح، فمفيش داعي ان احنا في الوقت الحالي في ظل الضعف اللي موجود في السيوله ده ولسه احنا بنقول يا هادي السوق لسه بيتحرك لفوق، ان انا افكر في فكره الطروحات في الوقت الحالي، ادي بس فرصه للسوق ان هو يستوعب اللي حصل في المؤشر بتاع ال 70 واللي حصل من اجراءات على مدار الـ4 شهور اللي فات،
استعيد الثقه، بس يعني الناس تستعيد الثقه في السوق مره ثانيه، لان استعاده الثقه من الصعب جدا ان انت تبني شيء، لكن من السهل جدا ان انا اهدمه. فاللي حصل خلال الفتره اللي فاتت ان في ثقه فقدت، الثقه دي عشان ترجع تاني هتاخد وقت. نعم. فمفيش داعي ان انا يعني اغامر بطروحات كبيره واخد هذا الريسك في وقت السوق فيه في عرض جنيه، عشان يعني ده تذكيرا بسؤال حضرتك فيما يتعلق بموضوع. طب العائد فين؟ يعني بدي اختم معك بهالسؤال، بدي اختم معك بهالسؤال سيد ايهاب، العوائد الكويسه وين؟ يعني ادوات الدخل الثابت عندك، السندات، احنا مستنين البنك المركزي المصري انه يتحرك مع الفدرالي، لا ادري هل نتوقع موضوع العوائد على الايداع حتكون بعدها مجديه عندك ولا لا مع اسعار التضخم اللي اليوم نشوفها؟ ده 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 موضوع كبير قوي في الوقت الحالي. طب معلش خد راحتك اتفضل. هو ببساطه شديده زي ما حضرتك عارفه احنا داخلين في موجه تضخميه واضحه جدا عالميا يعني. فبطبيعه الحال في الامور او في الاوقات اللي زي دي اللي فيها عدم وضوح الرؤيه دايما الناس بتروح تتحوط من التضخم في استثمارات زي الذهب والمعادن وما الى ذلك، لكن احنا طبعا الكلام ده غير متاح عندنا. يعني ما فيش سهوله في ان انا اروح اشتري مثلا عقود في الذهب او غيره. فالناس ما قدامهاش غير حاجتين، يا اما البورصه يا اما العائد الثابت، سوق العائد الثابت يعني، او اللي هو الشهادات بتاعت البنوك او الفوائد. لان القطاع العقاري خلاص يعني خارج نطاق البشر في الارقام اللي هو بيحققها والمستويات السعريه اللي هو بيتحرك فيها، اصبح من الصعب جدا ان الناس تقبل على الاستثمار العقاري في انه كملاذ امن من التضخم، لانه لما بيجي يعمل اعاده بيع بعد 7-8 سنين بيبص يلاقي نفس السعر اللي اشترى بيه بالقسط على 7-8 سنين هو اللي بيبيعيه بعد 7-8 سنين، فبيخسر فلوسه يعني، كانه بيحوش الفلوس دي. فالفكره بقت منقسمه ما بين الاثنين دول، اتصور ان العائد الثابت هو اللي هينتصر مع رفع اسعار الفايده، لو حصلت رفعت اسعار الفايده خلال الفتره اللي جايه تاثرا بالتضخم العالمي اللي جاي من بره، وده يعني بنسبه كبيره هيحصل لو ما حصلش في الاجتماع الاولاني او الثاني هيحصل في الثالث يعني. نعم، وانا اشكرك ضيفي من القاهره السيد ايهاب سعيد العضو السابق في مجلس اداره البورصه المصريه.